السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على بدء، نكمل ما بدأنا به سابقا. في المرة الماضية تكلمت عن الفونت وتكلمت عن الكليب بورد، في بس بعض الأدوات في الفونت ما حكيت عنها، هي مش مهمة لأنها موجودة في التحديث الجديد للمايكروسوفت أوفيس. فالمادة لأن إحنا لا مش على أحدث إصدار، فهي يعني أدوات زيادة ما بتهمنيش حاليا. في بس أداة واحدة ممكن أحكي عنها، اللي هي إيش بتعمل لي؟ تعمل لي clear formatting، بتشيل لي جميع أو التنسيقات الأشياء اللي أنا عاملها على الخط. مثلا أنا هذا مثلا جيت عملته bold، وهذا جيت عملته مثلا underlined زي هيك، وهذا جيت عملته سبسكريبت، عملت مثلا هذا النص، جيت غيرت اللون تبعه حطيته زي هيك مثلا، لون هي أحمر مثلا، وبدي أشيل كل هاي التنسيقات اللي أنا حطيتها. بقدر أشيلها كلها كاملة بضغطة واحدة على هاي الكبسة اللي عليها زي شكل الإريزر، شكل محاي. شو بتعمل لي؟ clear all formatting، بتشيل لي جميع التنسيقات، فرجع النص كأنه نص أصلي ولا تغير عليه إشي. طيب قبل ما أنتقل لموضوع الباراجراف، في موضوع ما حكينا عنه هو خارج هاي التبويبات كامل، يعني موضوع جانبي اللي هو الفرق بين save و save as. من هون من عند فايل، لما أجي أحفظ الملف في عندي خيارين اللي هما save و save as. ايش الفرق بينهم؟ هسا الفرق بينهم بيعتمد على انه الملف موجود عندي، الملف الوورد اللي انا عامله موجود عندي مخزن في مكان معلوم، واسم معلوم يعني اسم انا كتبته والمكان انا اخترته جاهز، ولا انه انا فاتح الملف من قائمة start، من زر start، من task bar، وفاتح على وورد، ولا انه انا مثلا الملف عندي جاهز مخزن بمكان معين. فسيف اذا الملف مخزن بمكان معين، مثلا انا حاطه على ديسكتوب ومسميه اسم وكل اشي، فسيف لما اجي انا افوت على هذا الملف واعدل عليه واكبس على سيف، بغير لي او بيحتفظ لي بالتعديلات اللي انا عملتها على نفس الملف الاصلي اللي انا بعرف مكانه واسمه، اللي هو مثلا على سطح المكتب له الاسم الفلاني. طيب save as شو بتعمل لي؟ لو انه هذا الملف موجود عندي على سطح المكتب او اي مكان مختاره ومسميه، اخترت save as، شو بصير عندي؟ بصير عندي انه لما اكبس عليها بوديني هون بحكي لي وين بدك تحفظ الملف. طب ما هو الاصل انا حافظه، طب انا حافظه على ديسكتوب مثلا على سطح المكتب. فايش انه هون سيف از بده يحتفظ لي بنسخة جديدة، نسخة جديدة عن اللي انا حاطها مثلا على سطح المكتب. هذيك بتظلها بدون التنسيقات، لما اعمل سيف از واختار مكان احط فيه النسخة اللي انا معدل عليها، تمام، شو بيحتفظ لي فيها، والنسخة القديمة بتظلها كمان محتفظ فيها ما بتروح، فبكون الملف بتعديلات وبدون، تقدر يعني تاخذ نسخة بتعديلات ونسخة بدون تعديلات. ممكن مثلا يعني شو بدك تستفيد من هذا الاشي؟ ممكن مثلا عشان تتعلم من اخطائك يعني. فمثلا انا جيت عملت سيف از هون على المستندات هون مثلا، سميته هون، خليني اسميه كامل، اسميه مثلا واحد هيك. فهو انا موجود اصلا عندي الملف موجود عندي على سطح المكتب، هذا الموجود هي الملف ايوه، بس بنفس الوقت لو اجي انا اروح على المستندات، اجي اروح على المستندات هون، تمام، هاي موجود، صار ملف واحد، فهو احتفظ لي بنسختين. هذا الفرق بين السيف والسيف از. هسا انا لما اكون مثلا فاتح على
الاوفيس المايكروسوفت اوفيس وورد فاتح عليه من زر ابدأ او زر ستارت. لما اجي اعمل سيف، تمام، كتبت اشي وجيت عملت انا سيف من هون، هاي سيف، ولا هو فاتح لي على سيف از. طب انا ما انا عامل سيف، طبعا اكيد راح يوديني على سيف از، لانه اصلا انا بعدني ما حطيت لا مكان الملف ولا اسم الملف، فاكيد بده يحط لي سيف از، لانه بعده ما في اي نسخة اصلا عشان يعمل لي نسخة جديدة. فهذا هو الفرق الجوهري بين سيف وسيف از. طيب اظن كافي الموضوع بخصوص سيف وسيف از، نرجع على موضوعنا الاصلي ونكمل قسم الباراجراف. هسا انا قسم الباراجراف بيختص لي او بهمني بالاشياء الخاصة بالفقرات، كترتيب، كترقيم، كتنقيط، كمحاذاة للهوامش مثلا. فبهمني من هاي الشغلات، مش من ناحية تكست، مش من ناحية فونت مثلا، فهو بهمني من ناحية الفقرات والأمور المتعلقة فيها. طيب في عندي أنا أول خيار اللي هو إيش؟ التنقيط. شو خيار التنقيط؟ يعني لما أجي أنا أعمل سيلكت تحديد لكلام معين، وجيت أنا على البالت، هاي البالتس بيعمل لي نقاط بداية كل فقرة عشان مثلا أميز إنه هاي فقرة هاي فقرة هاي فقرة. طب هسه سؤال، أنا متى بعتبر إنه عندي فقرة؟ أو بالأحرى متى الوورد بيعتبر إنه عندي فقرة؟ طيب الآن راح أجرب قدامكم شو الإشي اللي بسبب لي هاي النقطة، النقاط هاي اللي بحطها هو الوورد. لما أكبس على إنتر حط لي نقطة، كبس مرة ثانية على إنتر، لحظة شال التنسيق معلش. طيب هون رجعنا التنسيق، إنتر وفي ايه؟ معلش يا جماعة، بس انه لازم اكتب اشي. طيب كتبنا كلام، حط انتر، كتبنا اشي، اي انتر، كتبنا اشي الى اخره. فهو كل ما اكبس انتر ابلش كلام حط لي نقطة، تمام. فالمعيار عند الوورد بالنسبة للفقرة هو كبسة انتر. طيب برضو انا كمان في عندي خيارات ثانية غير البالتس اللي هي النقاط، هاي التنقيط اللي بعملها. عندي خيار اللي هو نمبرينج، ترقيم، الفقرة الأولى، هاي الفقرة الثانية، هاي الفقرة الثالثة إلى آخره. برضو كمان بقدر أختار من السهم هذا الصغير اللي جنبها عدة خيارات، ممكن ألف باء تاء ثاء أي بي سي إلى آخره. ففي عندي عدة أشياء بقدر أعملها نص. طيب في عندي هون أداة دكتور ما حكى عنها، وهي أصلا إذا بدنا نفوت فيها موضوعها شوي شائك، فهي أصلا ما بتهمنا حاليا إن شاء الله. بدنا نفوت هسه على الموضوع الثاني اللي هون في ال في الباراجراف، عفوا هو مش موضوع ثاني يعني، بس قصدي على الأداة الثانية. في عندي هاي الأداة هيك زي سطور وعندهم سهم، هاي إيش الفكرة منها؟ خلينا بس بالأول نجيب موضوع ثاني غير هذا، يكون في تعداد او في عناوين رئيسية وعناوين فرعية، هاي بتفيدني بالعناوين الفرعية. طيب خلينا مثلا نفوت على جوجل، فوت على موضوع مثلا، مثلا نكتب فوائد، عفوا فوائد البقدونس، تمام فوائد البقدونس، تعال نشوف فوائد البقدونس مثلا، تعال نفوت هون شوف فوائد البقدونس، يعني بدي اجي انسخ النص المحترم هون. نيجي نلصق عنا، خلينا نعمل صفحة جديدة. طبعا راح نشرح كيف نعمل صفحة جديدة اللي هي بلانك بيج من هون، بس ان شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب نعمل بيست للنص، سيبنا من هذا الاشي نمسحه. طيب اذا صار عندي انا موضوع جديد اللي هو ايش؟ فوائد البقدونس، هذا عنوان رئيسي.
طيب فأنا بدي أجي أول إشي مبدئيا أنقطهم، أنقط هاي العناوين كعناوين مثلا لحد هون، أجي أعملهم بالت. طيب فنقطهن عندي. هسه فوائد البقدونس هذا العنوان الرئيسي، بدي أنا هون هذا تمثلت فوائد البقدونس فيما يأتي بدي أخليه كعنوان فرعي. شو بروح بعمل على هاي الكبسة؟ شوف كيف صار عندي أنا العنوان الرئيسي هون محطوط هيك باتجاه اليمين، هون يعني حركه شوي باتجاه الشمال وحتى غير البالت تبعيته فصار كعنوان فرعي. فهذا الاشي ممكن يفيدني انا قاعد بكتب موضوع معين في عناوين رئيسية عناوين فرعية، فبستخدم هذول الاداتين، هاي للعربي وهاي للانجليزي حسب الاتجاه اللي انت قاعد تكتب فيه. تمام. طيب هسه خلصنا من هذول، نيجي على هذول الاداتين. هذول الاداتين اللي هم هاي وهاي بتتعلق او بتهمني يعني في اتجاه النص وبالأمور المتعلقة فيه أو بالأوامر اللي أنا بعملها على النص مثلا، يعني أو بالأحرى مثلا للعربي والإنجليزي. طيب أنا لما أجي أكتب عربي بستخدم اللي هي إيش، اللي السهم هذا اللي رايح من اليمين لليسار، هيك السهم هي اتجاهه باتجاه اليسار، فهاي بستخدمها لما أجي أكتب نص بالعربي. فمثلا هذا النص هيو في العربي، شوفوا لاحظوا انه العلامة جاي على وين؟ على هاي اول وحدة. طب لو بدي احطه على اليسار طلع وين؟ صار انا مش قاعد انا بكتب عربي، مش من اليسار لليمين، لا لازم من اليمين لليسار. فهون خلالي النص من اليمين لليسار اتجاهه كنص. كمان الاوامر المتعلقة فيه زي التنقيط كمان بغير لي اتجاهها، فهون خليها على اليمين لأنه أنا قاعد بكتب عربي، لأن هون مثلا لما حطيتها هاي حط لي على اليسار. طب النص عندي بلش من هون من عند كلمة تعزيز، فالنقطة لازم تكون بداية الفقرة، فهون صار عندي مشكلة. فباجي لأنه نص عربي بحط هذا الخيار اللي هو على اليمين. طب هاي الأداة مش موجودة عندنا في هذا في التحديث الجديد بس، وما بتهمنا حاليا. طيب في عندي هاي الأداة، هاي بتفيدني بالترتيب. مثلا أنا جيت كتبت أسماء معينة، أسماء طلاب مثلا أحمد، أو بديش أبلش بألف، مثلا خالد، محمود، يزيد، إلى آخره، أحمد. بس أنا الترتيب عندي مثلا بدي أرتبهم حسب الأحرف الأبجدية، بدي أرتبهم حسب الأحرف الأبجدية، فباجي بضغط على هاي الأداة فبصير بحكي لي هون sort by اللي هو التصنيف عن طريق إيش، الهيدينجز ولا الباراجرافز. بس أنا اتفقنا إنه لما أكبس إنتر بعتبرهن إيش، باراجرافز، فبحط sort by paragraphs. طيب اللي هو التايب التكست بدي اياه حسب ايش، حسب التكست ولا حسب النمبر ولا حسب الديت، انه متى ادخلتها او مثلا شو رقمها، لا بدي اياه حسب التكست. طيب في عندي اللي هو في عندي اللي هو الاسندنج او الديسندنج. الاسندنج اللي هو ترتيب تصاعدي، هذا بالنسبة للارقام، او اللي هو تنازلي بالنسبة يعني اللي هي descending تنازلي. حكينا الأسندنج بالنسبة للأرقام يعني 1 2 3، بالنسبة للحروف A B C، بالنسبة برضو للحروف العربية ألف باتا إلى آخره. طيب فأنا حطيت أسندنج وطبقت الأمر أوكي، فشوف كيف رتب لي إياها، أحمد، خالد، محمود، ألف، خاء، ميم، ياء، فهو رتب لي حسب الحروف الأبجدية. طيب في عندي كمان أنا هاي الأداة، في كثير طلاب أو في كثير ناس عفوا بشكل عام ما بعرف شو هالأداة، ممكن إذا كبس عليها بالغلط يفكر صار عنده مشكلة بالورد ولا هكروا له الدنيا ولا صار مشكلة. فالمهم لا يا عزيزي الموضوع مش هيك، الموضوع إنه هاي بتبين لي وين في عندي إنتر، وين في عندي اللي هو سبيس اللي هي المسطرة هاي، وين في عندي تابس،
فهاي بتفيدني إذا كنت مثلا، أو حتى البلانك بيج اللي هو لما أجي أعمل صفحة جديدة بعرف وين بالضبط الأمر أجي عندها عشان يعمل لي صفحة جديدة. فمثلا هاي أنا كابس هاي الكبسة اللي هي هاي، فباجي بكبس إنتر، هاي حط لي كمان واحدة جديدة، كمان مرة إنتر، هاي كمان واحدة جديدة. طيب لما أكبس سبيس اللي هي هاي المسطرة اللي هي بدون هاي العلامة بتكون إيش؟ عبارة عن فراغات، بس شو بحط لي إياها؟ هو نقاط، هو بيبين لي وين في فراغات، وين في إنتر، وين في سبيس. طيب برضو كمان لما أجي أستخدم اللي هي إيش؟ التاب، هاي تاب، هاي تاب بحط ليها على شكل إيش؟ أسهم. تاب هاي اللي موجودة على الكيبورد على اليسار، تمام، بحط لي إياها شكل أسهم. لما أكبس على هاي مرة ثانية بيختفي. طيب فهي مثلا لما أكبس إنتر هون مش ما طلع لي شيء، كبست تاب ما طلع لي شيء، كبست سبيس، سبيس إذا طلعت أكبس ما طلع لي شيء. بس لما أرجع أفوت على هاي هون أكبس عليها راح يرد يبين لي إياهن هذول مرة ثانية. تمام، هسه نيجي بالنسبة للصدر الثاني هون اللي هو له دخل بالالاينمنت اللي هي المحاذاة. شو المحاذاة؟ هسه ايش الفرق اصلا بين المحاذاة اللي هن هذول، بس خلينا نفوت هون، هاي مثلا هون عملت، جيت عملت النص بس هو من اليسار لليمين، اتفقنا. طيب المحاذاة هون ومن اليسار برضو لأنه باتجاه هيك يعني باتجاه اليمين، بس هو فعليا مش قاعد بحكي لي انه هيك اتجاه الكتاب. هاي ما له دخل باتجاه الكتاب، له دخل باتجاه المحاذاة، او له دخل بالمحاذاة مع مين؟ مع الهوامش، الهوامش اللي بكونوا على جناب الصفحة اللي هم هذول اللي انتو شايفينهم الفراغات المارجنز، له دخل فيها. فبكون النص هون بمحاذاة المارجن اللي هو الهامش اللي على يسار الصفحة، تمام. وهون بكون لو بدي اختار هذا الأمر اللي هو بكون ايش؟ بالسنتر، بكون بالنص أو in the middle، خلي لي الكلام في منتصف الورقة مش بمحاذاة ولا أي هامش. وهون كمان عندي اللي هو بمحاذاة الهامش اليمين. وبضل عندي كمان اللي هي هاي الجستيفاي. خلينا بالأول نرجع هون باتجاه اليسار، بعدين نيجي على جستيفاي. شو جستيفاي هاي بتعمل؟ هاي بتخلي لي إياه إنه النص معمول له محاذاة من الجهتين، يعني بتحاول ترتب لي إياه بشكل، يعني مثلا هون طلع كيف عندي نتوءات زيادة، هون عندي أشياء طالعة أشياء فايتة، فبدي أنا أحاول أضبط النص أخليه هيك يعني بشكل أرتب وأليق، فبروح على جستيفاي. شوف كيف عمل لي النص كامل له محاذاة من الجهتين. طيب وبرضه في عندي خيارات ثانية للجستيفاي بس ما بتهمنا كثير. في هاي جستيفاي لو، يعني بزيد لي شوي المسافات بين الكلمات بين كذا. في عندي برضه كمان اللي هي هاي جستيفاي ميديوم، كمان برضه بزيدها أكثر. في عندي جستيفاي هاي بزيدها أكثر وأكثر، بس أنا أنسب إلي بشوف اللي هو الجستيفاي هي أحلى إشي. طيب في عندي كمان اللي هو هذا الخيار، لما اكبس عليه شو بيعمل لي؟ مثل ما انتم ملاحظين عمل لي برضو كمان عمل لي محاذاة للنص، بس طلع مثلا اخر كلمة كانت بسطر واحد وزعها السطر كامل عشان يكون كله جاي يعني بمحاذاة جميع المارجنز. بس هاي يعني شكلها ابدا مش حلو، فهذه هون حاليا نرجع لجستيفاي. طيب في عندي كمان هذا الخيار، هذا الخيار بيعطيني اللي هو مثل ما انتم ملاحظين هون المسافة بين السطور. بدي مثلا بين السطر والسطر الثاني يكون سطر واحد مسافة بينهم، سطر وشوي، سطر ونص، سطرين، إلى آخره. الإشي اللي أنا بشوفه مناسب بختاره من هون. طيب تمام، ننتقل للأداة اللي بعدها اللي هي هاي، شكلها زي قلب الدهان. شو بتعمل لي؟ نفس تقريبا نفس شغل الهايلايتر. مثلا حددت هاي الكلمة، جيت عملت عليها زي هيك، يعني دهن لي اياها زي ما بستخدم الهايلايتر. طيب ممكن كمان يعمل لي اشي ثاني غير هاي،
اللي هو يعني باجي بكبس هون بأي مكان بدون ما أحدد إشي، بختار مثلا هون ومساء عشان أنا لونتها أبيض، خليني أرجع للنص الأصلي. طيب فكبست هون بأي مكان، فبرجع على هاي بختار لون معين مثلا هذا. فمثل ما أنتم مثل ما أنتم ملاحظين صبغ لي الفقرة كاملة. طيب فالفرق بينه وبين الهايلايتر إنه بصبغ لي الفقرة كاملة، وإذا لما أحدد بصبغ لي الإشي اللي محدده بس. طيب بس خليني أشيل الترقيم لأنه شوي مزعجني، نشيل الترقيم بهالطريقة هاي. طيب هسا في عندي زر اللي هو هذا يعمل لي بوردرز، يعمل لي زي الجدول، زي شكل الجدول. فباجي بحدد مثلا هذا النص بدي أعمله أحطه بجدول، أو يعني أحطه يعني زي هيك زي أحوطه بإشي. طيب فحوطته بهذا الشكل، فأحوط لي إياه بهذا الشكل. طب ممكن مثلا أخليه يحوطه بشكل ثاني اللي بينهم انتر، أنا هسه حطيت بين هي كانت فقرة واحدة بالأصل زي هيك، بهذا الشكل كان زي هيك، فحطيت انتر فصارت فقرتين. بدي أخليه يكون يفصل بين فقرتين، فمثلا هون all borders، فطلع كيف فصل الفقرتين كل واحدة زي جدول. تمام، في عندي طبعا عدة خيارات، يكون بس مثلا من الجنب أو كذا، هون مثلا بدون، خلينا بس أعين عليه مش أعين عليه، أنا شلت عنه بدي أشيل عنه شيل عنه البوردر، نو بوردر. طيب ممكن مثلا أخليه بهذا الشكل من اليمين زي ما انتم شايفين هون، أو اليسار، أو أي إشي بدي إياه، أو مثلا بس من النص يفصل لي إياه. تمام، ففي عندي عدة خيارات بقدر أختارها، ممكن يفيدني هذا من ناحية الترتيب وإلى آخره. طيب هسه في عنا شوية إعدادات متقدمة بخصوص الباراجراف، بخصوص الفقرة، بيجي لها من هون هاي الكبسة الصغيرة اللي تحت. طيب فبكون عندي أوبشنز يعني متعددة هون، حتى ممكن مثلا بعد ما أحط الأوبشنز أحطه set as default، بصير دائما يعني كل ما أكتب بظل ماشي على نفس النسق. طيب في عندي هون الألايمنت اللي هي المحاذاة باتجاه اللي هو المارجن، المارجن اللي هو ما بنعرف اللي هو الهامش اللي على الجناب بكون. طيب فالالايمنت بحط لنا أنه محاذاة left أو right أو centered أو إلى آخره، أو justified، في أكثر من شيء اللي هي نفس هذول اللي هون موجودات نفسه. طيب والاوتلاين ليفل هاي يعني شغلة أبدا ما طرق لها الدكتور، وحاليا ما بدي أشرحها لأنها راح تكون زيادة ووجعت راس. مثلا على سبيل المثال بدي أفرجيكم شغلة، إنه مثلا بختار ليفل 1 يصير عندي هون هاي الإشي اللي تحتها يكون زي كأنه مضبوب جواتها، بقدر أطلعه زي هيك وأرد أفوته، بس هذا الإشي ما طرق للدكتور فنسيبه على جنب. نرجع لهون موضوعنا، في كمان عندي الدايركشن اللي هن نفسهم هذول الكبستين، سواء رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، بقدر اختار اللي بدي اياه. في هسه عندي الاندنتيشن اللي هي المسافه الفارغ اللي بتكون قبل بيفور تكست او افتر تكست، في عندي مسافه بكون اللي هي كمان برضو يعني ممكن يفوت على المارجن، لها دخل كمان بالمارجن اللي هو الهامش. طيب فمثلا لو زدت انا، لاحظوا هون في المربع هذا الحوار اللي هون تحت، شوف كيف مثلا لما أزيد ال before text المسافة هاي كيف بتزيد، ولما أقللها أو لما مثلا أحط ال after text أزيدها المسافة، بصير حاول زي كأنه يضغط للنص باتجاه اللي يعني مش يضغط للنص، هو بزيد المسافة اللي هون، فبيحاول زي تقريبا نقول إنه بيضغط النص. طيب فبشوف انا الاشي اللي بيعجبني،
طيب في هون عندي المسافة هاي الـ indentation بقدر أحطها بالـ first line، زي مثلا ما تعودنا إحنا لما نيجي نكتب مواضيع دايما الـ paragraph تبلش بـ indentation بالـ first line. طيب في عندي برضو كمان خيارات ثانية هون أنا بديش أتطرق لها، يعني ما بدي أتوسع زيادة. في طب عندي هون حكى عنها الدكتور اللي هون الـ spacing، اللي هاي وين between lines، between الخطوط أو الأسطر، طيب أو اللي عفوا بخطوط بين الباراجرافس، معلش أنا غلطت، فهو بين الباراجرافس بهاي البيفور قبل الفقرة، في هون عندي الأفتر اللي هو وين بعد الفقرة. طيب ف هذولا بين الباراجرافس، السبيسينج بين الباراجرافس. طب لو بدي بين اللاينز عن طريق هاي اللاين سبيسينج، هاي اللي انا خربطت فيها، هاي اللاينز مثلا بينهم بدي 1.5، عندي دبل اللي هم نفسهم جبناهم من وين، من هون، فهاي تقريبا هاي نفسها هذول اللي هون، بس شوية هيك يعني اعدادات انه فيها تفاصيل زيادة أكثر. ممكن كمان أنا أتحكم فيها عن طريق اللي أحطها أول شيء مالتيبل أو الحالة، حتى بحط لي إياها وأحط كم بدي المسافة والفراغات بينهم. طيب فمو بعدين بالآخر بحط set as default، ممكن نظل ماشي على هذا النسق دائما، أو أوكي بنفذها على النص اللي ورا. خلينا مثلا نحط زيادة هيك، نحط first line، حطينا first line كل شيء، حط طبق فسوالي هزي هيك. طيب خلينا نرجع ونيجي على موضوع الستايل. هسه الستايل هو تقريبا زي ما تقول انه تنسيق جاهز، عبارة عن نسق جاهز للكلام. طيب مثلا انا عندي كلام هون بدي اخليها هاي لحالها كتايتل، خليني بس اول اشي اعملها كوبي هون بيست. طيب هون نعتبره هذا كتايتل اللي هو عنوان، فبحط لها تايتل، صارت هيك عندي بهذا الشكل، عملت لها ستايل اللي هو تايتل. طيب في عندي مثلا هون ممكن اعتبر هاي ظل الاشي لحد هون تقريبا، يعني لحد هون هذا هيدينج 1. طيب بعدين انزل تحت هيك احط فقرة جديدة وهذا اسميه ايش، هيدينج 2. فبقدر أقسم الإشي اللي بدي إياه، في عندي عدة ستايلات وعدة أشكال بقدر أستخدمها وأستفيد منها. طيب إذا بدي أشيل الستايلات هذول باجي بعين عليهم وباجي هون بحط clear all formatting، فرجالي كنص أصلي، بس أنا أرجعه زي ما هو هيك محاذاته. طيب برضو كمان ممكن أنا نفسي أعمل ستايل جديد غير الستايلات هاي الموجودة هون، مثلا ما عجبني اشي، وطبعا في كمان زيادة شغلات هون، شوف مثلا هيك. طيب بقدر انا اعمل ستايل جديد، فبحط create a style، بسميه الاسم اللي بدي اياه. طيب بعدين وين بروح على modify. طيب هون بيعطيني خيارات عشان اعمل هذا الستايل، بيعطيني يعني خيارات متقدمة عشان اعمل هذا الستايل. بقدر اسمي الستايل اللي دعمه الاسم اللي بدي اياه، طيب اي شيء احط له ارقام زي هيك. ممكن اختار التايب، في عندي عندي الخيارات هون. في عندي كمان هون اللي هو الفورماتنج، بقدر اعمل مثلا الخط، غير الخط تبع الستايل زي هيك احطه. طيب حجم الخط خليه بولد مثلا، زود المسافات، غير المسافات، الالاينمنت حطه يمين يسار، الشكل اللي بدك اياه احفظ هون. طيب صغير الخط، طيب واللون كمان ممكن حط
غير اللون مثلا احمر. بما ان فيها ممكن كمان نحط هذا الستايل، نحطه ضمن هذول الستايلات الموجودة عندي. فشو بحط على add to the styles gallery، بضيفه لهون على الجاليري. وممكن كمان عندي خيار انه احطه فقط على هذا الدوكيومنت، only in this document، او انه كمان على او على يعني المستندات الجديدة اللي بعملها غيره. ممكن احطه automatically update، عندي هذا الخيار كمان. فمثلا بحط اوكي، هي صار عندي موجود هون بالجاليري، وبإمكاني انه استخدمه في اي وقت. فانا عملته هنا new style. طيب اخر مجموعة هنا، واخر سيكشن، اخر قسم اللي هو الايديتنج. في عندي اول اشي find، هاي find قال بدي ادور مثلا على كلمة معينة في النص. مثلا بدي ادور على كلمة، على سبيل المثال على كلمة أسد. فباجي هون على هاي، هاي كتبنا أسد. فكل كلمة موجودة في النص اللي هي أسد بحط لي إياها هيك بالأصفر، إنه هاي هون موجودة. حتى بقدر أتنقل بين من هون طريقة ريزلت، بقدر أتنقل من بينهم، شوف واحدة واحدة، شوف المكان اللي بدي اياه. طيب في عندي كمان خيار اللي هو replace، هذا الخيار بدور لي على مثلا كلمة أسد، بحط لي مثلا بدالها ايش ممكن نحط بدالها. خلينا نحطها مثلا upper case اولها هيك أسد. طيب هسا في عندي عدة خيارات اللي هو احط اعمل replace اللي هو استبدلها. ممكن استبدلهم كلهم مرة واحدة، فشو بحط على replace all، فشو اعمل لي كل كلمة اسد موجودة هيها، مثلا هاي اسد حولها لا يعني اولها upper case، او خلينا مثلا بدناش نغيرها لكلمة ثانية بدل اسد كلها، خلينا نحط هون مثلا اكس واي زد اي شيء. طيب بعمل ايش replace all، شوف هون كل كلمة اكس واي زد، كل كلمة اسد موجودة في النص، حط لي بدالها ايش اكس واي زد، فعملت لها replace. طيب ممكن انا اجي على هاي الكلمة اللي هي اكس واي زد، واحط بدال او احط بدالها اللي هي اسد، ارد ارجعها زي ما هي. بس ايش مثلا على هاي اللي انا معين عليها اول واحدة، فشو بحط ريبليس. طيب بدل لي اياها، ايها اول واحدة هاي بدل لي اياها على اللي بعده، هو تلقائيا منتقل على اللي بعدها، فبعمل عليها مثلا ريبليس، انتقل على اللي بعدها تلقائيا. طب انا بديش اعدل هاي مثلا، شو بروح على فايند نيكست، فايند نيكست بديش مثلا هذول الثنتين، ده بدل هاي بعمل ريبليس. فمثل هيك بقدر اتنقل بيناتهن واعملهن ريبليس، والكلمة اللي بديش اسويها بحط على فايند نيكست. اما خلص بحط على كلوز بطلع، عشان نشيل العجايب اللي خبصناها قبل شوي هون. طيب في ظل عندي اللي هو سيلكت، في عندي خيار سيلكت اول اللي هو التحديد، لما اجي احدد النص عمل select all للنص. عندي لها اختصار من هون اللي هو كنترول اي على الكيبورد، كنترول اي. شو بتعمل هاي؟ بتعمل select all. طيب في عندي كمان خيار اللي هو select objects، بس هذا النص اللي عندي انا ما في objects. هذا شو الاوبجكتس؟ اوبجكتس اي شيء غير النص تقريبا، يعني ممكن مثلا يكون shapes، ممكن يكون يعني أشكال زي ما حكيت اللي هو أشكال، أو ممكن يكون مثلا pictures صور، أو أيا كان مثلا، حتى ممكن يكون جدول. تمام، فأنا باجي بحط اللي مثلا هون
بعض الشيبس، بعض الأشكال، عشان أعملها سيلكت. خلينا معلش، خلينا على الشيبس هون. حطيت لأنا شوية أشكال. طيب هسه بدي أجي أعملها سيلكت، باجي على سيلكت هون. طبعا هون لما أجي أعملها سيلكت زي هيك بقدرش أتحكم فيها، ما بقدر أحركها، بقدرش أعمل إشي. طيب بدي أجي أحدد أكثر من شكل مع بعض، باجي على سيلكت أوبجكتس، بكبس عليها وبحدد الأوبجكتس اللي بدي أعملهن سيلكت. شايف عمل لي سيلكت على 3 أوبجكتس اللي هون. ممكن مثلا مش عليهم كلهن، ممكن على 2 منهن. select objects على 2 هذول، احدد لي اياهن لحال، قدرت احركهن لحال. بالطريقة انا بقدر اعمل select على objects. عندي طريقة ثانية اختصار لها، اللي هي باجي على واحد من الاشكال، بكبس عليه، هيو حدد لي اياها، بعدين بكبس على الكيبورد على كنترول، بكبس على الثاني على الثالث على اي اشي بدي اياه، فاحدد لي اياهن. طريقة مختصرة وأسهل. طيب في عندي كمان ظل آخر خيار هون، اللي هو هذا الخيار هون، ببين لي كل السيلكشنز الأشياء اللي ممكن أختارها من الأوبجكتس. مثلا هاي الستار، هي رايت تراينجل عندي، مثلا عندي عدة شغلة. الأشكال اللي هون بقدر أشوفها من هون، ممكن أعملها هايد أول، ممكن أعملها شو أول. ف يعني بقدر أتنقل بينهن بسهولة إذا كان بصفحات مختلفة وإلى آخره. أنا أكتفي بهذا القدر هون. إن شاء الله خلصنا اللي هي تبويبة هوم، خلصنا كل تقريبا الأدوات اللي فيها. ممكن أنا نسيت عن بعض الأدوات أو نسيت عن بعض الأفكار. إن شاء الله إذا قدرت ممكن أحط، يعني أعمل فيديو هيك إنه الأشياء اللي راحت عن بالي، وإن شاء الله ما يكون في إشي رايح عن بالي، أحطهن بفيديو لحال وأحطه في الأخير. وبالتوفيق جميعا، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.